نجا ضابط في الأمن السياسي اليوم من محاولة اغتيال برصاص مسلحين مجهولين استهدفته بمدينة الحديدة. وقالت مصادر محلية إن العقيد عبد الرحمن شبيل أصيب بطلقات نارية في الجانب الأيمن من جذعة، وقد تم نقله إلى أحد مشافي مدينة الحديدة. ووفقا لتلك المصادر فإن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على العقيد عبد الرحمن شبيل بطلقتين من سلاح كاتم للصوت أدت إلى إصابته في ملاذ المسلحان بالفرار.